ما عرفتش كيفاش، ولكن عندي بزاف لهضره نقولها ليك. كنكون معاك ما كنقدر نقول لك والو، كنت تعقد لساني كلام كيهربني، ولا يمكن ما كنقدرش. لو ما كنتش متحمسه مع هاد العلاقه، صادق مميز اول واحد كان جرى لي وانا فرحانه. ليك كنكون مع الصبا ولا طالع لي الدم، اول واحد كان شكي عليه وكان فقلو راسو بمشاكل ديالي، ما كنت كنخبى عليك حتى حاجه. مع الايام وليتي جزء مهم في حياتي، واخا ما كنتش عارفه واش انا نقدر نكون حتى مليت شي بلاصه في حياتك ولا لا. كنت خارج حساباتك، مجرد صديقه كدوز معاها او بيها الوقت. هاد المساله ما كنتش كنعمل حسابها، لان الاوقات اللي كنا كندوزو مع بعضياتنا كانوا بالنسبه لي احسن اوقات، حيت كنت كنرتاح معاك وكنرتاح ليك. كنا متفاهمين لدرجه ان الناس كيحسدونا وكيحاولوا يفرقونا. شحال مره كيقولوا لك انت ماشي مزيانه متمشيشي معاها، وديما ديما كيقولوا لي هذاك غير كيدوز بك الوقت وكيضحك عليك، حيت ما كانوش عارفين الحقيقه العلاقه اللي بيني وبينك. الاقل ديالهم ديما كان كيديهم بعيد. ولكن بصح داكشي اللي وقع، نهار على رخاء وليت كنحتاج لك اكثر من هو اللي كنحتاج. وليت كنتمنى نشوف كل ساعه كل دقيقه، وحتى وانا معاك كنتمنى نبقى معاك وما يدوش الوقت دغيا. وليت كنتوحش لك بزاف، وحتى وانا معاك كنتوحش لك. عييت نحاول نتحكم في المشاعر ديالي، ولكن ما قدرتش نقول قلبي ما تعلقش بيه، ما تحلمش بيه، ما تفكرش فيه. كنت عارفه بلي غيجي واحد النهار نكون انا فيه بجهه وانت بجهه، ولكن ما كنتش عارفه بلي ديك النهار غادي يجي دغيا بهاد الصوره. ما كنتش عارفه بلي انا ضعيفه حتى لهاد الدرجه، واني ما نقدرش نستحمل وما نعرفش نعيش بلا ما تكون معايا. ديما كنتي كتقولي انا قبيح ماشي مزيان ما صلحلكش. ما تكون عند الناس هكذا، ولكن بالنسبه لي غتبقى ديما احسن واحد على نفس حياتي، وديما غتبقى الصديق المميز عندي. يمكن الايام اللي دوزنا مع بعضياتنا قليله، ولكن هي اجمل ايام حياتي. ما عمري هنساها ولا هنساك، ما هنساش الايام ديالي اللي دوزنا والذكريات مع بعضياتنا. شحال دوزنا في الاوقات مزيونه، شحال ضحكنا، شحال فرحنا، شحال كنت مرتاحه معاك. النهار اللي كنشوفك فيه كيكون عندي مميز كيبقى في تاريخي. حتى الايام اللي كنتعصبو فيها مع بعضياتنا ما كنتش كيهون عليا تبقى معصب عليا. دغيا ما كنت كنتصالح معاك، ولكن باين بلي انتي نسيتي الدور ديالك في هاد الحكاية، وما بقيتي كتفكر لي حتى شي حاجة مزيونة، رجعتي كتحسب لي غير الأخطاء ديالي. شحال من نوبات كنفاير، شحال من نوبات كنخطا، شنو فيها ويدا خطيت الناس كاملة كتخطا وأنا ماشي مالك، ولا نسيت بالحق انا ما كتخطاش وما كتخدمش. ما عرفتش علاش ما بقيناش كنتفاهموا في هاد الايام الاخرى. شكون السبب ومين ما جي الخالق مني ولا منك؟ ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو ان شي حاجه بيناتنا تهرست، واللي كيتهرس ما كيرجعش يتصلح، وحتى اذا تصلح كيبقى مشقوق. حتى هادي ماشي صعيبه، اللي صعيب هو شكون فينا اللي يتنازل ويتواضع ويحاول يغطي على داك الشقوق. واش نكون وصلنا لدرجة عدم التفاهم؟ واش رجعنا انا وياك بحال زيت مع الما ميمكنش يتخلطو؟ شكون اللي غلط؟ شكون اللي صحيح؟ مين ماشي الخالة؟ ما نعرف. حاول تفكر شوية، وما تنساش حيت انا عمري ما انسى.